أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي، الوحدة الثانية، الغلاف المائي الهيدروسفير. ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة، وننتهي اليوم إلى خلاصة الوحدة والوحدة الثانية. خلاصة الوحدة، ولقد تم التعرف على الآتي: الغلاف المائي يكون 70% من سطح الكرة الأرضية، أي أكثر بقليل من 70، أكثر من 70%. ووجدنا بالضبط 70.9% من سطح الكرة الأرضية. والدورة المائية تبخر تكثف ثم نزول أمطار وتجمع هذه الأمطار في البحيرات والأنهار والمحيطات. وكذلك أنواع المياه، وجدنا هنالك 11 نوع وعددناها من أنواع المياه. وإذا قسمناها بشكل مبسط، هناك مياه طبيعية وصناعية. والمياه الطبيعية هنالك مياه مالحة مصادرها المحيطات والبحار، ومياه عذبة ومصادر الأنهار والبحيرات. والصناعية هي المياه المحلاة، مياه البحر والمنقية. وهناك عددناها، وجدنا أنه المياه النقية والمالحة وشبه مالحة وعسرة وطرية وملوثة ملوثة ومنقاة ومعقمة ومقطرة مقطرة ومعقمة ومنزوعة الأملاح. مصادر تلوث المياه، ونجد هنالك مصدرين: مصدر طبيعي ومصدر صناعي، أي مصادر تلوث المياه طبيعية وصناعية. والطبيعية مخلفات تعتبر كمخلفات عضوية تراكمت عبر السنين، والصناعية هو اللي هي من صنع الإنسان، مثل تفريق المخلفات الصناعية في مصادر المياه المختلفة. وملوثات الماء 8 أصناف هناك حسب مصدرها، وجدناها تصنف حسب المصدر، حوالي 8 أصناف منها، 8 أصناف حسب مصادرها. وهي مخلفات مستهلكة للأكسجين، مركبات عضوية مخلقة، مغذيات نباتية، عوامل مسببة للأمراض، ترسبات، مواد كيميائية غير عضوية، مواد مشعة، وغزف حراري.